موسى شتيان بتعدي لنص الملعب، هشام عبد المنعم تنقطع منه وبيحصل المنتخب السعودي وهاجمه. وفي الحقيقة المنتخب السعودي لما يهجم يقطع مسافة طويلة في الملعب، كرة ملعوبة ناحية مرمى خضرة، الله بتضرب على طول في القائم بعد محاولة جيدة من المنتخب السعودي. أحمد جميل، أحمد جميل رقم 5 في الحقيقة.